تباحث اليوم في العاصمة رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية خليهن ولد الرشيد مع وزير الدولة الفيدرالي نائب الحزب الاشتراكي البلجيكي وعمدة جماعة مولينبيك فيليب مورو بشأن جديد قضية الصحراء المغربية وإمكانية إقامة توأمة ثقافية بين العيون وجماعة مولينبيك. عبد الغني جبار ورشيد بلحاضي تابع اللقاء. التعرف على الإمكانيات الاقتصادية القابلة لجذب الاستثمار بجهة الصحراء عموما وتحديدا بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، إلى جانب الدور الذي يمكن أن يقوم به المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية في تفعيل مشروع الحكم الذاتي، كانت أبرز النقاط التي تم التطرق إليها خلال هذا اللقاء. أهم ما تطرقنا إليه خلال لقائنا مع السيد الرئيس هو الدور الذي لعبه المجلس إبان الإعداد لمشروع الحكم الذاتي، وأرى أنه دور هام لعدة أسباب، منها تحديد ما سيكون عليه المشروع للتطبيق الذي هو مشروع ملكي لكنه منبثق من المجلس، هذا إلى جانب المفاوضات التي تبقى أساسية بالنسبة للمنتظم الدولي. حسب القرار الأمم الأخير استطاع المغرب هنا أيضا تحقيق خطوة إيجابية. المسؤول البلجيكي سيحل لاحقا بمدينة العيون لبحث سبل التوقيع على اتفاقية شراكة في المجال الثقافي بين بلدية العيون وبلدية مولنبيك التي يرأس مجلسها.